زميل يعني سافرنا وياه كم مرة ونعم الرجل ولا أقصر في أحد، لكن الآن ما هو بجاي يمثل نفسه كمنشد، جاي يمثل نفسه كمدير علاقات عامة في بلدية الخبرة. نعم صح، قلاب اليوم بس بتنشد لنا ترى، ما هو بنشد لأن المنشد ما جاء. ايه ما كنت ما كنت راعي الدراجات وينه؟ في الطريق ولا لا؟ رسالته الاحداثيه بس شكل ما معنت الله يحفظه. اي الله يحفظه. التاريخ يشهد يا ابو ناصر. الله يجزاك خير. طيب بالله عطنا ما عندك بالذات البلديه ومشاريع الاسره المنتجه والقريه القديمه دي قريه الخبرة، عطنا كل شيء طالما. والله شوف ما شاء الله ابو علي ما خلى شيء ما شاء الله تبارك الله. لا انا باللي يمكن بقوله عن بلديه الخبرة يعني الحمد لله جالسة تشكل شيء مهم موجود باسمها، يعني هي بلدية الخبرة وبس، ولكن أنا ودي أزيد عليها اللي هو بلدية الخبرة الثقافية الرياضية الاجتماعية كل شيء. كيف يعني أي شيء بالبلد تلاحظه، مثلا خلينا نقول مسابقات رياضية تلقى خلفه البلدية، خلينا نقول الأسواق شو اسمه مثل الأسر المنتجة والحفلات والمهرجانات أول من بدأ فيها البلدية. الآن في دعم للمواهب أو الهواة وبشكل كبير يعني، وابو صالح واحد منهم، ابو صالح اذكر جاء عنده متحف وعنده اثاث ما شاء الله كثير يعني، واتمنى انكم تزورونه بقري وتشوفونه. فقال لي اذكر هكذا الوقت رئاسه ابو صالح القريش قال اني احتاج المتحف وكم التكلفه وكم كذا كذا كذا، فعشان تشوف دعم البلديه، البلديه تكفلت بكل شيء بالتجهيز وبإغلاق محكم لل اعطيتهم مجانا يعني مجانا يستاهل، وتجهيز المتحف مجانا، مساعده ببعض الاشياء يمكن يشدها ابو صالح. الان المتحف جاهز بجماليات ابو صالح ولا حطيته صامت، فشيء جميل يعني. طيب القريه مفتوحه طول السنه؟ لا بقولك شيء من الاشياء اللي يعني خلينا نقول ممكن عشان ابو صالح بالقريه بينجح القريه. الان في موهبه عندنا اللي هي موهبة الدراجات، وهذا اللي هو عبد الحكيم النشاني والمفروض انه يكون واصل معنا بس ما يدل، ان شاء الله انه بالكواليس الان. الموهبة هذه طلب انه يكون باي مهرجانات يكون هو الافتتاح. اخر مهرجان كان عندنا اللي هو حق الهيئة السياحية هو اللي افتتح فعلا المهرجان، اغلقت جميع الشوارع باتفاق مع شرطة الخبرة ومركز الخبرة، ودخلت الدراجات من اول الخبرة الى القرية، هم اللي افتتحوا المكان. هنا برضه انا اشوف انه دعم من البلديه. جميل. طيب بعد كمل بالنسبه للقريه، متى تفتح القريه؟ القريه الان كمواعيد محدده ما فيه طبعا، لدينا ما فيها اكثر من متحف، الان ما في الا متحف واحد. طبعا هذا اهداء لكم قناه بدايه. بنعلق هنا قبل ما تهديني اياه، نحطه هنا هذا من بلديه الخبره طبعا، ممثله برئيس البلديه وهو المكلف الان علي عبد الله قريشي. ما شاء الله. هذا صورة قصر حالي. ما يحتاج، هذه البوابة. هذه البوابة. ما شاء الله. فأنا أقول لك الحمد لله وفقنا بخير خلف لخير سلف. يعني الرئيس السابق كان له جهوده بالقرية، والرئيس الحالي يعلم الله أن تواجدنا الآن بحثه ودعمه لنا أننا نكون متواجدين معكم على القناة كمنبر عالي. وترى نجاحات البلديات والدولة الحكومية امتدادات، يعني الرئيس صح اللي قبل صح هو يأسس والرئيس اللي بعد يجي يكمل في صحيح كل مؤسسة سواء خيرية صحيح تجارية جهد يتكامل. اي نعم. لا بس لازم شوف انا اقولك اي عمل برضه وخلف كل رئيس لازم يكون فيه جهود كبيرة من الاقسام الاخرى، الاقسام الثانية خاصة اللي تتعلق بالعلاقات. انا بتكلمك عن نفسي مثلا، بالرئيس اللي راح والرئيس الحالي في شخصية ثابتة زين ونفس الجهد اللي هو أبو عبد الله علي القريش رئيس قسم الخدمات، يسهل لك أشياء كثيرة يعني أن تطلب بس وفكر وخطط وحنا ننفذ. طيب تسمح لنا نسأل ولا ما تسمح لنا؟ لا تفضل، لأنك أنت الحين مسؤول علاقات العامة والإعلام. يا ما الشيخ صالح ولا لا؟ هذا الشيخ صالح طبعا رئيس قسم النظافة. أي. فإحنا جايين بنشيك على القرية عندكم ماشي. أي. مو معقول في أشياء راح تحذف وفي أشياء ذا، قلنا نعطيكم دور. لكن أنا أتكلم عنه اللي هو علي العبد الله القريشي طبعا من آخر رجال أو ولد عمه. أي بس قبل ما نبدأ قال لازم ما تستني إلا تستاذ من الوود، يعني قال الوود المدير. لا لأني أعرف أعرف الوزن اللي عنده، فأنا بكمل إذا وقف أنا بكمل، أدري إنه غص خلاص. طيب عطنا